السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله عملكو روتيني في المطبخ ومتبهدل وطالع عينه. لسه بقى بالليل طبعا، بنيجي بقى بالليل نروقه وهقول لكم بعمل ايه. انا اول مره اصور المطبخ عندي، انا بصور يا دوب بس لما بعمل اكل او حاجه. انا المطبخ عندي صغير جدا، دي مشكلتي الوحيده في شقتي. يعني الحمد لله شقتي 3 اوض مرتاحين وصالة كويسة، فهو بس المطبخ والحمام ان هما صغيرين جدا. المهندس مش عارفة كان ماله ساعتها، بس الحمد لله يعني يعني بقدر اقضي فيه كل حاجة بعملها الحمد لله. بس المشكلة ان هو صغير، يعني مش كبير، صغير جدا يعني. فهوريكو شكله بقى ايه وهو متبهدل كده. طبعا لان طول النهار مع سمسمة والحمل وببقى نايمة ساعات، فباجي بقى بالليل انايم سمسمة وادخل بقى اظبط بقى المطبخ. هو المطبخ اهو، طبعا كل حاجة مش في مكانها وكل حاجة رايحة في داهية خالص زي ما انتوا شايفين. كلنا كده يعني بالليل، بالذات بالليل اكتر يعني. حاجات في الحوض وحاجات مرمية وأكل مرمي، بوتاجاز عايز يتغسل، الحاجات دي كلها عايز يتغسل. فأنا هوريهولكو قبل ما نضفه وهوريهولكو بعد ما نضفه. هو تقريبا هو المطبخ يعني الجزء ده كده، الرخامة دي كده يعني من أول هنا كده تمام. يعني الرخامة أهي من اول هنا كده، الشباك اهو وحط السخان هناك والبوتاجاز، وده ده الدولاب تحت. انا مش عم كنتش ما لحقتش ان انا اعمل دولاب بصراحة. لسه في دولاب الماتيه ان شاء الله هعمله. دي غسالتي وده الدولاب، ودي رشاقة الاطباق، ودي ساعة كده بشوف بيها. بس كده بنات هخلص بقى المطبخ ان شاء الله وهوريهولكو لما اخلصه بإذن الله. بقى بنات بصوا دخلت المطبخ بتاعي كده الاول هنا كده. ده الحمام، وده المطبخ اهو. انا بقى بعد ما خلصت دي الغسالة بتاعتي زي ما قلت لكم، وده الدولاب بقى اللي انا عاملاه مؤقتا كده لحد ما يخلص الدولاب بتاعي بتاع الالموتين. هنا خلصت اهو، غسلت الرخامة، غسلت المواعين كلها، وغسلت البوتاجاز، هو المطبخ صغير قوي عشان كده مش بحب اصور فيه. او يعني بمعنى اصح يعني بقول ان هو حجمه صغير يعني مفيش حاجه. ف بس برضه حبيت اوريهولك لان في بنات طلبت مني موضوع روتين المطبخ وبتعملي ايه وكده، فحبيت برضه متاخرش عنك عشان ما تملوش من فيديوهات الدايت بس. فبرضه الحركه بالليل حلوه، فانا بالليل برضه بقعد اروق كده في الشقه والمطبخ وكده، بنيم سمسمة كده وبالليل ساعة كده ولا حاجة واعمل كل ده. فالحركة برضو مهمة زي ما قلت لكم. واتمنى تكون الفيديوهات دي عجبتكم. لو عجبتكم الفيديوهات دي قولولي، احاول اغير شوية واعمل فيديوهات من دي برضو. واتمنى يكون مطبخي الصغنون عجبكم. وبس كده، هو ده اللي انا عملته، وغسلت كل الحاجات اللي كانت مكركبة قبل ما اغسل المواعين دلوقتي. اشوفكوا بقى في فيديو تاني بإذن الله، واستنى رأيكم. وبس كده، وتوحشوني. السلام عليكم.